حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف السيد عبد المجيد عطار وزير الطاقة السابق. أهلا بك سيدي عطار. أهلا، السلام عليكم. بداية، في ظرف أقل من 6 أشهر كثفت الجزائر اجتماعاتها مع كل من النيجر ونيجيريا لتسريع إنجاز خط الأنابيب العابر للصحراء، كيف ترون ذلك؟ أنا أظن هذا الوضعية اللي عايشينها طبيعية واستثنائية كذلك نظرا للتحولات التقوية اللي مست العالم ككل. في الحق المشروع نتاع الأنبوب هذا يرجع إلى عشرات السنين، ولكن في هذاك الوقت في خلال الثمانينات التسعينات وحتى بداية القرن الحالي كانوا 2 مشاكل اللي مطروحين أمام هذا المشروع. المشكل الأول هو السوق، وين لما تجيب الغاز من نيجيريا، أي سوق وين تديه؟ يعني كان مشكل نتاع السوق. المشكل الثاني هو كان مشكل ثاني إمكانية إنتاج الغاز الطبيعي من طرف من الحقول النيجيرية نيجيريا. لماذا؟ لأن ما ننساش أن في نيجيريا القانون يمس ملكية الغاز الطبيعي للشركات النفطية والغازية اللي هي تتعامل مع نيجيريا في البلد. سيد عبد المجيد عطار، كيف كانت الدراسات السابقة لهذا المشروع؟ هل خلصت إلى نتيجة ما؟ لا، الدراسات اللي درات دراسات تقنية، خاصة تقنية. تقنيا نقدر نقول لك بلي المشروع سهل جدا، يعني ما في حتى مشكل، لأن 4000 كيلومتر نتاع النبيب بعد عدد من المحطات الزخ ما فيها حتى مشكل. لأني قلت لك المشكل الكبير هو مشكل السوق. لما تجيب الغاز الطبيعي وين تديه؟ لازم يكون سوق، لازم يكون عقود، لازم تكون عندك زبائن. ما تقدرش تستثمر اكثر من 10 ملايير دولار وانت ما عندكش سوق ولا ما عندكش زبائن يعني تتعاقد معاهم. اما الان حاليا ما في حتى مشكل، السوق الاوروبي مفتوح، والازمه اللي راها حول الغاز ازمه كبيره وراح تدوم خلال سنوات. لان ما كاش حل اخر لأوروبا، يا إما الغاز الروسي يا إما الغاز من أماكن أخرى. أحسن مكان يعني وأقرب مكان هو الغاز الإفريقي الطبيعي، هو الغاز اللي يجي من شمال إفريقيا ولا من إفريقيا. سواء غاز طبيعي ولا غاز مميع. سيد عطار، في 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 شأن معضلة التمويل، إلى أي مدى وحجم ممكن أن تصل قيمة التمويل؟ وهل الجزائر قادرة على تحمل جزء كبير من هذا التمويل؟ لا، شوف، التمويل تاع كل هو على الأقل عندنا نقدر نقول لك ما بين يعني الاستثمار الكامل فيما يخص الأنبوب، محطات الضخ وكل الأشياء اللي تبع، نقدر نقول لك ما بين 12 الى 15 مليار دولار. الجزائر واحدة ما تقدرش تتحمل هذا، مستحيل، يعني ما هي اللي تتحمل. هما الشركات، خاصة الشركات اللي راحين يشروا الغاز، هما اللي راحين يتحملوا. اذا ولكن الجزائر، نيجيريا ثاني كذلك، هي ثاني راح تحمل شيء ما، ماشي نسبة، ما على باليش، هذه حسب المفاوضات، حسب العقود تاع البيع والشراء. سيد عطار، في ذات السياق ما تتحملش كل شيء، هذا مستحيل يعني. في ذات السياق سيد عطار، هل أوروبا مستعدة لتمويل جزء من هذا المشروع في هذا الوقت الحساس بالنسبة لها؟ هو هي شوف، مش أوروبا، الشركات الأوروبية أو وراءها البلدان الأوروبية اللي يحتاجوا الغاز، يعني أكيد أنهم رايحين يتقدموا باش يمولوا المشروع هذا. لأنهم يحتاجوا الغاز طبيعي، لا مفر منه. شكرا لك سيد عبد المجيد عطار وزير الطاقة السابق، كنت معنا مباشرة.